عند الدخول عقم يدك أولا، بعد ذلك سيساعدك أحد الموظفين في التسجيل أو يمكنك القيام بذلك بنفسك. سيتم إرشادك إلى مكان الاختبار. عقم يدك. أزل قناع الوجه. خذ منديلا ونظف أنفك. ضع المنديل في سلة المهملات باستخدام الدواسة. خذ المسحة وضعها في إحدى فتحتي الأنف وقم بدوران المسحة في الأنف 5 مرات. ضع المسحة في الفتحة الأخرى من الأنف وقم بدورانها مرة أخرى 5 مرات. ضع المسحة في الأنبوب. عقم يدك. ضع قناع الوجه. قف وانتظر حتى يطلب منك المغادرة.